يزداد الطفل التصاقا بالجدار، تزداد دموعي. أسرع أسرع، أهرب أهرب، أصل غرفتي، ألتصق بوسادتي، أصرخ. أتدرون ما سبب زئير ريحي وسقوط الأشجار؟ ما سبب تطاير الغبار؟ ما السبب؟ إنه الفرق بين الوسادة كيف لقارب الشعر أن لا يرتاب، وأنت تتربصين بالحرف أمامه وبين السطور والقوافي شيء من الشيء على قلبه ينساب. يفجر النافورة، يكسر مقفل الباب، يشل التفكير ويقتل من قلمه التعبير، وفي أحلامه الصغيرة والكبيرة يغتاب. لكن ترددت في داخله وتعددت الأسباب، فلا هو يفهم ولا هو يعلم ولا هو يفك أنغاز حرفك الخلاب.